أنا أعتقد الجهة القطاعية للسياحة هي وزارة الثقافة والسياحة، لكن أعتبرها وزارة مقيدة ما عدا كامل الصلاحيات. اليوم الحكومة رئاسة الوزراء لازم تعنى مثل ما نعنى بالقطاع النفطي، مثل ما نعنى بالقطاع المقاولات والإنشاءات، مثل ما نعنى. أنا أعطيك مثال بسيط، الدولة أنطت مبادرات لكل القطاعات، مبادرة زراعية، مبادرة صناعية، مبادرة عقارية، مبادرة إلا السياحة منسية أو ما تذكر. المشكلة ما تذكر السياحة، مع العلم أن السياحة نفط دائم، صناعة بلاد خان. يعني اليوم أنا من أصنع، عندي صناعات أفتخر بيها. اليوم إحنا بدنا نخلق صناعات جديدة للعراق، وين دعم الدولة؟ أنا أحكي الحكومة تحديدا، الحكومة هي اللي ممكن تطور قطاعها السياحي، تدعم شركات السفر والسياحة اللي البوابة الرئيسية لدخول المجامع السياحية، تدعم الفنادق اللي هي الفنادق اللي نعتبرها الفنادق يعني صروح كبيرة للعراق. يعني ثانيا يكون تخطيط جيد ما بين القطاع الخاص وقطاع الدولة اللي متمثل بوزارة الثقافة والسياحة، تسهيل عمليات دخول السواح. يعني فيزا معقدة جدا جدا جدا، يعني تكاد تكون صعبة، شنغن يعني حقيقة أنا قبل بهذا المنتقل متطلبات كثيرة، لازم أوقع تعهدات، أدفع كفالات، دفعت رسوم، يعني موضوع معقد. اليوم الفيزا الإماراتية عندنا احنا ساين وكالات يوميا نسخة الجواز نستلمها ويسلمها المسافر ويسافر. العقبات أتجاوزها، أشوف العالم وين وصل. اليوم إكسبو ما أعرف 10 مليون 20 مليون مسافر، فيزا خلال ساعة. هذه أنا أنظر للعالم شو يسوي.